جدا. في طالب طلب مسألة الاسبايرومتري. جدا يا دكتورة موسى، عفوا سؤالك. أيوه عندي سؤال. الابستراكتيف احنا قلنا الريشيو يكون من اكثر من 70%، طب لو جت النسبة 70% بالضبط هل نعتبره ابستراكتيف او يكون اكسبتد؟ مايلد اوبستراكتيف، مايلد اوبستراكتيف، 70 يعني شارب كده، مايلد اوبستراكتيف. ستيل يعتبر حتى لو لاحظت ابستراكتيف. انا حاطه لكم مور ذان 70، ايه مور ذان 70 ما اكبر من يساوي، ما زي هناك 80 بنعتبرها هي نورمال، عرفتها؟ ما زي في 80 في اسمه ايه ده، فورس باتل كاباسيتي 80 بقبلها، اما هنا ال 70 بعتبرها ليش مفترض يطلع مور ذان 70. لو 70 على مزولتي يقول اوبستراكتيف، 70 اور ليس نعتبره اوبستراكتيف. اوكي طيب نشوف الان مساله. يلا يا موسى ركز معاي، اللي حاب ينتبه معانا. اوكي موسى عنده اشكال في المساله بتاعت البولمونري فانكشن. اوكي ركز معايا يا موسى. تمام، مريض جبناه من الاسبايرومتري طلع عنده الفورس فايتال كاباسيتي بتاعته 3. اوكي والطبيعي البريدكتد فاليو او النورمال فاليو 5، والفورس اكسبيراتوري في 1 يعني طلع في الثانيه الاولى 2. شخص لنا حالته. اول حاجه عشان اشخص حالته بشوف هل القيمه بتاعت الفورس فايتال كاباسيتي كانت طبيعيه ولا لا. حسب الخمسه دي 3 من 5 كم في الميه تطلع؟ 3 اوت اوف 5 يعني كم في الميه؟ جود يا عبد الله. عبد الله بوكر ده كان مفترض يدخل كليه الرياضيات، ما شاء الله عليه، اللهم بارك. 60%. يلا طلعت 60%، معناه انه ما حصل اكسبانشن، ما حصل اكسبانشن. يعني 60% 60% من قليله، اقل من الطبيعي، معناه ما حصل اكسبانشن. ما حصل اكسبانشن يعني اللونج ما تمددت، في شيء there is something منع التمدد معناه restriction of inflation. عشان كده بنقول عنده restrictive pulmonary disease. معايا انت يا موسى؟ موسى يعني انه اللون في حاجه عامله منع للتمدد، عشان كده حجم الهواء ككل اقل من الطبيعي. انا اعرفه كيف اقل؟ ما انا قلت ما في قيمه ثابته، انا حاجه بقي يعني حاجه عندها عوامل كثير بتاثر في كميتها، الطول والوزن والريس و و و، فانا عندي ريدنج. انا لما اقول هو الشخص ده طوله كذا ووزنه كذا وعمره كذا وهو ميل اور فيميل، بتديني قراءه بيس ذيس از نورمال ريدنج، بيوريني والله مفترض تكون قراءته 5. انا لغايه 80% بقبلها نورمال، لانه لما عملوا الدراسات دي واخذوا الارقام اخذوها كمتوسط واتفقوا على انه لغايه 80% معتبره نورمال. يعني الان لو قال لي القراءه كانت 4 كنت حقول ايش؟ 4 من 5 يعني 4 على 5 ب 80% ذيس از نورمال، كنت حقول ما عنده ريستريكتيف. لكنه الان لقيت ليس ذان 80% فانا حقول ايش؟ انه هو عنده restrictive pulmonary disease. خلاص كده كفايه اقول له امشي مع السلامه، ولا اشوف هل عنده ضيق في المجرى ولا لا. كيف اعرف انه عنده ضيق في المجرى؟ اروح اقسم الفورست اكسبيراتوري في 1 هذه على الكميه الكليه الطالعه على 3، 2 على 3 يعني ثلثين، ثلثين يعني 66% اقل من 70، معناه عنده برضه وبستركتيف، معناه عنده ميكست عنده بوست ريستريكتيف اند اوبستركتيف. الشخص الطبيعي مفترض يحصل تمدد طبيعي للرئه، وانس انه التمدد كان اقل من الطبيعي عنده ريستريكتيف. الشخص العادي الطبيعي مفترض في بالنسبه للفلو اوف اير انه يطلع اكثر من 70% في الفيرست سكند، وانس انه طلع 70 او اقل عنده اوبستراكتيف بلمونر ديزيز. از ات كلير فور يو يا موسى؟ انا بس بالنسبه لكم كلكم، بالنسبه لكم كلكم واضحه؟ ما انا قاعد بانه هو انا كتبت انه الفورست فايتال كاباسيتي، الفورست فايتال كاباسيتي كانت 3، النورمال او بنسميها بريدكتد فاليو كانت 5، والفورست اكسبيراتوري في 1 كانت 2. من هنا جات الاثنين يا هذه اللي في بيطلع في الفيرست سكند بقسمها على الكل، 2 قسمة 3 تطلع ثلثين يعني 66%. Any question? Any more question?
معطيات سهلة يا أخو جماعة، والله سهلة. طيب الآن جبنا patient، ركزوا معايا الناس اللي عندهم حاسين عندهم مشكلة، اللي حاسين عندهم مشكلة في المسألة دي. جبنا patient، عملنا له ال pulmonary function test، طلعت ال forced vital capacity بتاعته 4.5، وحسب الكرايتيريا اللي هنا انها المفروض تكون 5.2. شوفوا لي كم في المية. ها والفورس الاكسبيراتوري في 1 طلعت 3.8. يلا شخصوا لي، ما بقدر اقول نورمال الا اشوف عنده الفورست اكسبيرتري في 1 كانت كم، اذروايز ممكن يكون عنده بوستراكتيف. ما اقدر اقول، ما اقدر اقول اذا عملت كله. ها شفت النسبه في الفيرست سكند، شفت التوتال. طيب 4.5 مقسومه على 5.2 دي 86% نورمال. طب نشوف الثانيه اللي هي 3.5 مقسومة على 4.5 87% نورمال، طالما انه اكتر ابقى this is a normal person. ما انا زي ما قلت لكم احنا حجم الهواء طالع من اللونج، مرات تلقى ثلاثة، مرات يعني هو الفورس بايت الكباسيتي، تلقى عند شخص ثلاثة وعند شخص اثنين وعند شخص خمسة وعند شخص. طيب مين النورمال؟ ما اقدر احدد انه نورمال ولا لا الا اذا كنت شفته، وزنه، طوله، وعمره، race his race and his gender. أزر ما أقدر أشوف في ليست، في charts محددة مكتوب فيها بيسموها البريدكتد فاليو. طيب حسب الريسيرشات اللي عملت وسيرفيز اللي عملت، أوكي حسب سيرفيز اللي عملت لقينا إنه مفترض تكون القراءة كذا. طب لقينا القراءة مثلا أقل، هاعتبر طبيعية متى؟ اتفقوا على إنه 80% less than predicted value بنعتبرها normal، لكن لو بقت اقل من ال 80% في الحاله دي معناها التمدد بتاع الرئه فيه مشكله. something preventing lung expansion، prevention of lung expansion ممانعه التمدد اسمها restriction، restrictive lung disease. بعد كده بشوف الفلو، الشخص العادي الطبيعي اكثر من 70% من الهواء بيطلع في الفيرست سكند، نزل بيطلع كل الهواء لكن بيطلع جراديولي، وكل ما كان النسبه طالعه في الفيرست سكند اقل كل ما كان الاوبستراكشن بتاعهم اعلى. فروح اشوف انا طلع في الفيرست سكند كم بالنسبه للكل الهواء الطالع كله الفورس فايتال كاباسيتي، اقل 70 اور ليس بعتبرها اوبستراكتيف، اكثر من 70 بعتبرها نورمال. كلير ناو؟ طيب يزن ابغاك تسوي جروب واتساب جروب لكل الدفعه عشان لو في احد عنده سؤال اليوم، لو في احد عنده سؤال دونت اسك مي برا الجروب، اي سؤال عايزين تسالوه اسالوه في الجروب عشان الاجابه تكون في كل الجروب والناس كلها تستفيد، لانه بصراحه اجابات على الناس يعني صوره متقطعه كده صعبه. partial prothrombin time بيزعل من البارشال بروثرومبين تايم، معلش هو الكلام مكتوب كتير لكن في زبده. ايش الزبده؟ البارشال ثرومبوبلاستين تايم بيقيس لي الانترنسيك باس واي. الانترنسيك باس واي تقيسه كيف؟ بفعله، اخذ بلس سامبول احطها في تيوب، التيوب فيها سيتريت اوكزيليت عشان تمنع التجلط، تستهلك الكالسيوم انهانس بريفنت الكوجوليشن، اضيف انا الكولين والفوسفوليبيد مع الكالسيوم عشان اشوف لان الكولين ده هيحفز لي فاكتور 12 بس، واشوف متى جلط احسب الزمن. This is a partial thrombobulastin time بس كده. الفاكتورز اللي كان بي انفستيجيتد هي كل الفاكتورز من 12 لغايه فاكتور 1. اوكي الفكره الاساسيه دايما دايما خليكم في البرنسبلز الاساسيه تكونوا فاهمينها، ما تمشوا في الديتيلز الصغيره وانتوا الاساس ما عارفينه. انت فاهم الفكره الاساسيه انه الانترنسيك باث واي كان بي تيستد باي بارشال ثرومبوبلاستين تايم، الفكره انه بحط في التيوب ماده تمنع التجلط، بضيف الماده المحفزه مع الكالسيوم واحسب الزمن. طيب ويتش فاكتورز كان بي ديتكتد هنا؟
لو قلت لك فاكتور 7 بالباتشل ثرومبوبلاستين تايم يو اجري؟ هتوافق لي لو قلت لك فاكتور 7؟ ما يو ويل نوت اجري لانه فاكتور 7 في الاكسترنسيك باس واي. طيب الاكسترنسيك باس واي هنعمل نفس الفكره، نحط سيتريتد بلود او بلازما اللي هي ما يعني فيه سيتريت او زيليت عشان نمنع التجلط، نضيف الفاكتور 3 مع الكالسيوم، ما يحصل التجلط، نحسب الزمن. ايش الفاكتورز؟ كل اللي هو فاكتور 7 مع فاكتور 10 و5 و2 كلها كان بي يعني اكزامين باي ذيس باس واي. 10 ممكن تو يعني ايفالويت 10 بالتو باس وايز، ما في مشكله انه الكومن باس واي فيه 10 صح؟ لانه في النهايه ما حيتجلط الا يمر ب 10. فلو 10 فيه مشكله لا حيدفع عليه اكسترنسك ولا انترنسك. التيشو فاكتور هو عامل 3، عامل 3 ما 10، لا عامل 3. ال 5 ده اسمه 5 فاكتور 5. عنده اسم ثاني يعني ما دون ريمبر اتس نيم يعني، لكن ما كومن اتس نيم يعني نوت كومن. فاكتور 6 كان بيفتكروا انه في حاجه اسمها فاكتور 6، لكن اللي جوه جزء من فاكتور 5 اي ثينك. ايوه 5 تقيسه مع الاكسترنسك وتقيسه مع الانترنسك، افتكرتك عاوز الاسم بتاعه. تقيسه مع الاكسترنسك والانترنسك 5. لكن عشان يعني ما هي الفكره انه الانترنسك من 12 الى 1، الاكسترنسك من 3، وطبعا لانه 3 من دو الاكزام اصلا التحليل من 7 الى 1. في اشياء مشتركه اللي هي 5 و 10. الباقي لا، يعني ما ممكن اقول لك اعمل لي جامينيشن ل 7 عن طريق البارشل ثرومبوبلاستين تايم، بيج ميستيك. ولا ممكن اقول لك هنا اعمل لي جامينيشن لفاكتور 8 عن طريق الاكسترنسيك، بيج ميستيك. فهمتوا؟ ايوه يعني في معلومه كده انه نعم احنا عندنا الكوري مع الفوسفوليبيدز نضيفهم على الستريت انتي كوياجولانت بلازما، ولا كيف بضيف الستريتد بلازما او ست يعني بلازما حطيتها في انبوب فيه ستريت عشان الستريت يتفاعل مع الكالسيوم، يكون ما عندي كالسيوم ما هيحصل تجلط. الخطوه دي موجوده في الاثنين، في الباشيل ثرومبوبلاستين تايم وفي البروثرومبين تايم. الخطوه الجايه انه حضيف الماده المحفزه في حاله الاكسترنسيك اللي هي تيشو فاكتور ثرومبوبلاستين، وفي حاله الانترنسيك حضيف ايش؟ حضيف الكولين مع الفوسفوليبيد. المعلومات دي معلومات من باب يعني انه كومونلي بنستخدم البارشل ثرومبوبلاستين تايم تو ديتكت للناس اللي بيستخدموا الهيبرين، ودي معلومات اضافيه لكن معلومات اضافيه يعني. والورفارين بستخدم ليه والبروثرومبين تايم او اللاين ار ها. السيتريت بيرتبط مع الكالسيوم فبيعمل استهلاك للكالسيوم، بيكون ما عندي كالسيوم عشان كده ما بيحصل تجلط. فانا بحط بعمل سيتريتد بلازما يعني بحط سيتريت مع البلازما عشان امنع التجلط، عشان الغي الاثر بتاع السيتريت بحط كالسيوم المره القادمه اكسترنال يعني اكسترنسيكلي بحط كالسيوم. ايوه يسحب الكالسيوم يتفاعل معه يعمل معه مركبات، فانا هتخلص من اثر السيتريت بانه اضيف الكالسيوم مع الفاكتور عشان يحفز لي الكلوتينج. Any other question يا جماعة؟ حاجة ما مفهومة عشان نشرحها؟ بخصوص اليوني بولر والباي بولر في دي سي جي، عندنا الباي بولر يكون فقط ثلاثة اللي هو ليفت فوت ورايت اند. نعم نعم نعم، بس الباي بولر بس في الابر لور، بس الرايت ارم ليفت ارم، ليفت ارم ليفت فوت، رايت ارم ليفت فوت، بس دي الباي بولر. لكن في الجست ما فيه باي بولر، كلها يوني بولر. في الارمز ممكن تكون باي بولر ممكن تكون يوني بولر، بتقرا بطريقتين مختلفتين. لما نقراها يوني بولر بقرا الرايت ارم لحاله عشان كيف سموها اي في ار، الرايت الليفت ارم لحاله اي في ال، الليفت فوت لحاله اي في اف اوجمنتد فيكتور. ولما اقراها بطريقه ثنائيه بسميها ليد 1 ليد 2 ليد 3. فالاي في اف اي في ار اي في ال مع في 1 لغايه 6 ده 9 يوني بولر، والباي بولر 3 بس ليد 1 ليد 2 ليد 3.
الكالسيوم في الاثنين نفس الفكرة، بضيف أنا مواد ما تمنع يعني تستهلك الكالسيوم، وبضيف الكالسيوم في النكست ستيب في الاثنين في الاكسترنسيك والانترنسيك، لانه بدون كالسيوم ما بيحصل تجلط. مش احنا قلنا فاكتورتين عشان نعمل اكتيفيشن للبروثرومبي محتاج للكالسيوم، برضو كمان في ثاني فاكتورز محتاجه للكالسيوم. فاي هاف تو اد كالسيوم ان ايذر كيسز، في كل الحالات، مو مالي وحده، لا مالي حاله. في عندنا فاكتور فاكتور 9 and فاكتور 8 needs calcium also for activation of فاكتور 10. كيف الانترنسيك المقوى ايش؟ الانترنسيك مقوى ليه؟ لانه الثرومبين راح يحفز نفسه، راح يحفز الفاكتور 9 عشان يعمل الاكتيفيشن مره ثانيه، فحيكون اكزاجريتد يعني الريسبونس حيكون زايد. عرفت ليش مقوى يا زلمه؟ ها اي كويشن، اي سؤال ثاني؟ باي بولر فاكتور او لا اليوني بولر والباي بولر تكون قوة اللي اوجمنتد نقول عنها؟ نعم الاوجمنتد اللي هي الثلاثة القوة اوجمنتد دي مال اليوني بولر، الاي في ار ال هيقول لك بس الرايت ليفت ارم، الاي في ار هيقول لك بس الرايت ارم، الاي في اي هيقول لك بس الليفت ارم، دي الاوجمنتد سموها اوجمنتد ليدز. اوكي ليش؟ لانه في البدايه كانوا شغالين بالباي بولر، بيشوف ليه فرق الجهد بين نقطه اي وبي من الرايت ارم، هذا ليد 1، بعدين من الرايت ارم للليفت فوت ليد 2، من الليفت فوت للليفت، من الليفت ارم للليفت فوت ليد 3. فلما عملوها اوجمنتد او عملوها كل واحده لحاله، انا القراءه كانت اول، عشان كده سموها اوجمنتد. عرفتوا ده الفرق؟ هنا بتقرا لي ليد 1 ليد 2 ليد 3 ده باي بولر، هنا عندي 2 اكتيف بوينتس، نقطتين بقيس فرق الجهد بيناتهم، لكن القراءة الثانية راح يقرا لي بس الرايت ارم، بس الليفت ارم، بس الليفت فوت، جاست ون بوينت، عشان كده اسمه يوني بولر. فهمتوا؟ يعني بيعتبر لي كل الجهاز مبرمج على انه هنا في اليوني بولر، في اليوني بولر بيعتبر كل الجماعة الباقين زيرو، يقرا لي بس المنطقة دي. والمنطقه الوحيده اللي بتقرا بتتقري دي بنسميها هي البوزيتيف، بنوصلها بتوصل بالبوزيتيف الكترود. اما هنا عندنا واحد بوزيتيف والثاني نيجاتيف، ويتش از ويتش، طبعا قلنا دائما ده دائما عليه نيجاتيف وهذا دائما عليه بوزيتيف، هو الليفت فوت والليفت ارم لما تكون مع النيجاتيف راح تصير بوزيتيف، لما تكون مع النيجاتيف بوزيتيف راح تكون نيجاتيف. طيب يعني هذا الكويشن محمد الودعاني قال نعيد له القصه بتاعت الاوبستراكتيف. طيب يا محمد، you have to answer the question by yourself. You have to حل المسألة، أنا بعطيك المسألة وأنت حلها. واحد عملنا له بالمونري فانكشن تيست، لما قيسنا حجم الهواء اللي هو الفوق الفايتال كاباسيتي طلع 3. لما شفنا في الشارت لقينا المفروض يكون 3.7. أقول له عندك يعني كمية الهواء أقل من الطبيعي ولا أقول له acceptable طبيعية؟ أنت إيش رأيك؟ الشخص ده شفت حجم الهواء الطالع من الرئه لقيته 3 لتر، مفترض يكون كم؟ مفترض حسب الشارت يكون 3.7، هل طبيعي ولا مش طبيعي؟ نورمال طلع كم؟ 81 نورمال، لا لقيته مفترض يكون 3.9، وريني لي نورمال ولا لا؟ ها طلعت كم؟ طلعت كم يا محمد؟ طلعت 76 أو 77. طيب 77 دي أنا يونت أكسيب عنده مايلد، يعني عنده مشكلة بتاعت إنه الهواء ده اللي طلعه شوية قليل، معناها الرئة ما تمددت بصورة طبيعية، في حاجة منعت التمدد، حدت من التمدد. كلمة حدد in English اسمها restrict، عملت يعني تقليل، قللت أو حدد restrict، عشان كده بنقول عنده مرض عمل تحديد أو تقليل من الـ inflation of the lungs، قللت من الـ inflation of the lungs. أوكي بسموه restrictive pulmonary disease، وضحت دي؟
كثير. لا اللي عملنا ليه والان pulmonary function test طلعت الفورست فايتال كاباسيتي بتاعته 2. ما اقدر اقول انه طبيعي ولا لا لما اشوف النورمال كم الاكسبكتد كم expected 2.5 يلا طلع النسبه كم تقول لي طبيعي ولا مش طبيعي ها كم طلعت بوينت 8 طبيعي 80% طبيعي يبقى اقول له خلاص روح بيتكم انت ما عندك مشكله في اللونج انت وظائف اللونج عندك طبيعيه اقول له امشي بيتكم لا لانه في بارامتر ثاني بشوفه هل الهواء ده بيطلع كله يعني معظمه في الفير السكن هل هواء ده الانسياب بتاعه طبيعي ولا لا بشوف بيطلع كم في الفير السكن لقيت قال لي بيطلع 1.3 1.3 يعني في الفير السكن بيطلع 1.3 1.3 حقسمها على مين لاحظوا انا اقسم على مين راح اقسم دي على القيمة الفعلية اللي هي على 2 ها 1.3 مقسومة على 1.3 لما مقسومة على 2 تطلع كم يا محمد ودعاني خمسة وستين في المية الشخص العادي مفترض في الفيرست سكند يطلع 170% تعضيك في فيزيبيليتي تيست المريض نفسه ندي جرعه بتاعت سالبيوتامول يستنشق سالبيوتامول ونسوي له بعدها ايش نسوي له بعدها بالمونري فانكشن تيست حنلاقي التوسع رجع انه صار عنده مور ذان 70% بيسموه ريفرسيبيليتي تيست دايجنوستيك للازمه diagnostic for asthma. طيب يا جماعة الآن في أحد عنده سؤال في واحد هنا قال حاجة كده عن I don't know معلش يا دكتورة عندي سؤال الآن لما يطلع يبقى هو عنده restrictive pulmonary disease اتفضل لما يطلع عنده restrictive وبعدها يطلع عنده obstructive هنا أقول mix صح؟ ميكست يس ميكست في الحاله دي طيب لو ما طلع عنده ريستريكتد وطلع عنده في الاخير اوبستريكتد في الحاله دي بقول عنده اوبستراكتد بس اوبستراكتد بومن ديزيز اوبستراكتد ده ممكن يكون حاجات كثيره ممكن يكون ازمه كرونيك برونكايتيس ممكن يكون انفيزيما فهو اوبستراكتد بومن ديزيز بعد كده في فيرز انفستيجيشنز طيب ها what else في واحد قال visual acuity ما لا visual acuity يا جماعة visual acuity ما إيزر إنه يكون visual acuity بالآي دي كده أوكي ودي اللينس هنا ممكن تكون بتعمل لنا focusing in front of the retina الشخص اللي بيحصل له focusing in front of the retina لما نقرب له الأجسام الصورة هتمشي على جهة الريتنا وحيشوف عنده قصر النظر ما بشوف البعيد كأنها العدسة بتاعتي مالا كأنها العدسة مايوبيا جود كأنها العدسة قوية فأنا بضطر أحط له كونكيف لينس صح يا جماعة ولا لأ العكس طيب العكس لو كان عنده مشكلة إنه الصورة بتتكون يعني behind the retina نفترض إنه الصورة بتتكون behind the retina أوكي في الحالة دي لما نبعد الجسم راح تقرب الصورة من الريتنا ويشوف رؤية كويسة فعنده farsightedness أو بعد نظر أو هايبروبيا treated by كأنها العدسة ضعيفة فأنا راح أحط لها إيش convex lens وضحت طيب ايش كمان عندكم ايش كمان عندكم تفضل
المسافه ماله مسافه مسافته يا جماعه المسافه لما تيجي تعمل التست بتاع الفيجوال اكتيفيتي 6 متر او 20 فيت 20 فيت او 6 متر. لما اقول ده نظره 20 على 40 يعني ايش يا علي كعبي؟ 20 على 40 يعني ايش؟ ها اشرحها لي انت، يعني ايش قلت لي نظرك 20 على 40؟ اشرحها لي انت يعني فهمني ايش يعني 20 على 40؟ جالس على مسافة 20 حلو اها بيشوف اللي بيشوفه شخص طبيعي على مسافة 40 ممتاز انتهى. لا لا يا محمد ودعاني هو جالس على بعد 20 وبشوف على بعد 20 what is seen by normal eye from a distance of 40 طبيعي بشوفه على بعد 40 لكن هو اضطر شافه على بعد 20 ده normal eye بتشوف على بعد 40 لكن هو شافه على بعد 20 لأنه هو actually قاعد على بعد 20 لكن the normal eye or normal person ممكن يشوف على بعد 40. في سؤال ثاني يا جماعة؟ أي سؤال؟ any other question؟ طيب دكتورة معلش لو كان هذا طيب. الشيء يعني خيالي شوية بس لو كذا يعني ما يعطي يعني بكذا ما يحتاج زي أي عدسة كذا مقربة وحاجة كذا بما أنه اللي يشوف الحاجات البعيدة مرة يشوفها قريبة يعني عكس الشخص الطبيعي ما كان كذا بتكون ميزة. الآن 20 على 40 ده عنده قصر نظر يا جماعة أن الفيديو الآكد كلها قصر نظر هم كأنه اضطر يقرب البعيد ما شايفه أوكي؟ 20 على 40 يعني إيش؟ أنت أكشولي حاط الشخص ده على بعد 20 أنت حاطته على بعد 40؟ لا لكن هو الصورة الشايفة الحاجة الشايفة شافها هنا كليرلي على بعد 20 لو جيبنا شخص طبيعي وخلينا راح مشى مسافة بتاعت 40 راح يشوفها كليرلي لأنه أكشولي السطر هذا 20 كتابة فوق صغيرة السطر اللي قبله 40 أو 30 أو اللي قبله 40 40 تلاقي نفس الحرف لكنه ماله كبير أوكي وده صغير هو نظره 20 على 40 يعني إيش يعني إيش أنا بوريك يعني إيش الآن طيب الشخص اللي إحنا جالس الآن على بعد 20 شايف ده كليرلي لكن ما شايف ده شايف ده كليرلي شايفه كيف شايفه كيف لو جبنا شخص نظره 20 على 20 لما نخليه يبتعد يصير على بعد 40 راح يشوف الخط ده في حجم ده فهمت علي لانه انت لما تبعد الاجسام بتصغر فهو كانه اضطر هذا المريض اللي شاف الاجسام الكبيره اللي في مكتوب على قدام 40 كانه اضطر يقرب عشان يشوف كليرلي فهمت علي؟ لما أقول نظره كده يعني إيش؟ لما أقول نظره 20 على 80 يعني إيش؟ يعني هو الآن شايف أبو 20 ما شايفه 30 ما شايف 40 ما شايف 50 ما شايف 60 ما شايف 70 ما شايف شاف 80 شافه فين؟ على بعد 20 هو بيشوف على بعد 20 لو جبنا شخص طبيعي نظره 6 على 6 لو خلينا ابتعد مسافة 80 راح اشوفها كليرلي لكن الحجم بتاعها بيكون صغير طبعا زي دي فهمت علي كده 20 على 100 معناها هو بيشوف على بعد 20 اللي بيشوفه الشخص على بعد 100 فانت هتلاقي مثلا 20 على 100 هتلاقي الحرف مره كبير very big معناها نظر ضعيف جدا الشخص ده وتلاقي 20 على 20 زي كده وهو ما شايفه ما تسألوا عن أشياء ما تفصيلية ما عندها معنى يا عبد الله هي الفكرة إنه الرقم الثاني اللي هو الشخص الطبيعي الرقم الأول 20 ده اللي بيشوفه الشخص الطبيعي يا محمد العاني الرقم الأول ده 20 بيشوفه الشخص الطبيعي على بعد 20 اللي هو البعد اللي هو جالس فيه الثاني ده 80 60 40 ده العين الطبيعية بتشوف كده العين الطبيعية هتشوف على بعد كم هو الآن شايف على بعد 20 ما هو أنا كاتبة له كتابة هنا صغيرة مكتوب على 20 دي ما شافها في كتابة أكبر منها مكتوب على 30 برضو ما شافها أوكي كان not see it well شايف لي حاجات بس ما قادر يميزها هنا في الأربعين ميز في الأربعين ميز
الآن هو بيشوف على بعد كم؟ هو على بعد كم؟ هو على بعد 20، أنا غيرت مسافته؟ هو مكان 20، هو شايف على بعد 20، لكن الشايف وهو على بعد 20 ده الإنسان العادي ممكن يبتعد يصير على بعد 40 وتلهي كان سيئت كليرلي. يبقى المريض بيشوف على بعد 20 وات كان سين وات كان بي سين على بعد كم؟ هنا في حالتنا دي على بعد 40. عبد محمد محمد الودعاني اشرح لي 20 على 80 يعني على 60 يعني ايش؟ الرقم الاول المسافه اللي يبعد فيها الشخص عن 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 الماده اللي هو 20. الرقم الثاني 60 الشخص بنفترضين يعني ممكن او الشخص المريض يشوف هذه هذا الشيء لكن على البعد 60 يعني ما يقدر يشوفها على البعد 20. قصدي كده؟ لا لا لا، هو ما شافها على بعد 20، يشوفها على بعد 60 معقوله يعني امشي ابعد اشوفها؟ هو بيشوف على بعد 20، اللي بيشوفه العادي على بعد 60، هو الان قاعد على بعد 20 انا هي كان سي ذس 1 اللي هي مكتوب على 60، لكن الشخص العادي راح يشوف هذا 60 لو خلينا راح بعيد على بعد 60 راح يشوفه، هو اصلا ما راح يشوف يعني على بعد، هو ما راح يشوف على بعد 60 لانه هو اكشوال على بعد 20 ما هو شايف، هو شاف دي اللي مفترض يشوف الشخص العادي ابعد كانه احنا حتدني قربناه اكثر عشان يشوفه كليرلي. فهمت علي؟ فدي المسافه اللي جالس عليها هو اللي هي بتوريني هو جالس على بعد 20 وهو كان سي على بعد 20، هو بشوف اكشوال على بعد 20 لكن يعني دكتورة ما يشوف على بعد 60 فقط ما يشوف إلا على بعد 20. وإنت ما بتعمل له تست على بعد 20 معناه لما أقول هو 20 عشان كذا 20 دي ما بتتغير، 20 على كم؟ عشان على كم ده حديده بعمل له التست، الخط الصغير مرة ده اسمه 20 على 20 ده الطبيعي 20 على 20 إنه بيشوف على بعد 20 اللي بيشوفه الشخص الطبيعي على بعد 20. أوكي؟ ما شافه مشينا اللي قبله 20 على 30، يبقى هو بيشوف على لو شافه هقول له نظرك 20 على 30. يعني ايش 20 على 30؟ يعني انت شايف حاجه على بعد 20 ممكن الشخص العادي يبتعد اكثر يصير على بعد 30 and he can easily see it. لقى اللي برضه ما شايفه، شوف اللي قبله 20 على 40، 20 على 40 معناه هو جالس على بعد 20 كان سي على بعد 20 حاجة بيشوف الشخص الطبيعي على بعد كم؟ على بعد 40، معناه كأنه هو عنده مشكلة ما بيقدر يشوف من بعيد، لازم أقربه. أنا ما حأقربه، أنا حكبر الرسمة بس. فهمت علي؟ فهمت الآن يا محمد الودعاني؟ أيوه أيوه دكتور، يعني الرقم الأول يمثل، لا لا واضح شوية، الرقم الأول يمثل قدرة المريض على أنه يشوف المادة على بعد 20. الرقم الثاني الشخص الطبيعي اللي ممكن يشوف هذه المادة حتى لو على 40 60 80 20 معناها نظره 100 20 على 20 معناها نظره طبيعي، هو جالس على بعد 20 كان سي effectively or efficiently what can be seen على بعد 20 ده 20 على 20. 20 على 30 لا، هو شايف على بعد 20 لأنه جالس على بعد 20، لكن الشيء اللي شايفه ده بتشاف على بعد أبعد من كده مش بالعين الطبيعية. وهكذا any other question يا جماعة؟ ما باقي إلا مش هنتحل لكم أي سؤال ثاني؟ الله يعافيكم. بس ما تصدموني بكرة. Don't shock me. Don't give me. يعني don't make me astonished. لو صدمتوني يا الله. شدوا حيلكم. ذاكروا بفهم. المذاكرة عاوزة فهم. ما عاوزة حفظ يا جماعة. ما في حاجة اسمها نحفظ. أبغاكم الآن يعني يزن يعمل الجروب عشان لو في عنده سؤال نقدر نجاوب عليه في الجروب. أوكي؟ عندكم ليكشر I think موعد الليكشر الثانية بدأت. يلا زي الأسئلة جاوبنا عليها الآن دي. الله يسير تلفهم، ما أنت لو فاهم تجاوب، لو حافظ ما هتحفظ تنسى ما هتجاوب. يلا روحوا عندكم محاضرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.